بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، بالبشير عزوز منسق الهيئة المغربية للوحدة الوطنية بمدينة القنيطة. احنا لابد من نديرو جر الوقائع الحقيقية قبل الأزمة الخمسينات. من طبيعة الحال كتقوي الإخوان أن المغرب هو صنيع الثورة الجزائرية، بحيث كانت انطلاقة من التراب المغربي، كانت الولاية الخامسة في مدينة وجدة، من طبيعة الحال كان مجموعة فيها جميع القيادات الثورية الجزائرية، واللي كانت لقات الدعم بالسلاح والمواد الغذائية والتطبيب من طرف المغفور له محمد الخامس والأمير مولاي الحسن. حنا كنذكروا طبيعة الحال كاين مذكرات ديال المقاومة لوالدينا شاركوا فيها لمحاربة الاستعمار الفرنسي. كنذكروا الغضبة الملكية اللي لقينا في المذكرات ديال المغفور له محمد الخامس في سنة عام 1945، لما وصلوا الخبر بأن ما بين مدينة سطيف وبجاية كاين واحد الجرف كيقولوا له الجرف الأخرى للاستعمار الفرنسي، تهز مواطنين جزائريين مدنيين وكيلوحهم كيقتلهم في داك الجرف، كيلوحهم بواحد 300 ولا 400 متر بالشاحنات. كانت الغضبة ديال المغفور محمد الخامس، تم قرر وصرح بأن استقلال المغرب مرتبط باستقلال المغرب العربي وعلى رأسهم الجزائر. كان تصريح ديالو اللي زعزع الجنرال دوغول، هذا ماشي عمل إنساني باش خواتنا الجزائريين تقتلوهم بهذه الطريقة. فعلا أيها الإخوان، كان الدعم المطلق، كان تيصلوا ويجولوا مدينة وجدة أسماء مستعارة متفلقة، كان سيدنا الله يرحمه داير مسمي عطي بطاقة كيحمل الاسم ديال عبد القادر، بو خروبة كان كيحمل الاسم ديال بومدين اللي خضع حتى رخصة السياقة مدينة وجدة. فهاد الناس تنكروا الخير اللي دار فيهم المغرب، لأن يعني كل شيء كيعرفوا العالم العربي والإسلامي تيطالعوا على أوبيراسيون إيكوفيون في سنة 58 انتقاما من المغفور له محمد الخامس وصموده وتمسكه بتحرير الجزائر. مشاو لمدينة كولومب الشار ومدينة تندوف وحيدوا الراية المغربية اللي كانوا فيها، كانت السلطة المغربية من إدارة حتى إدارة الجمارك، وداروا الراية ديال الاستعمار الفرنسي. من طبيعة الحال الأمم المتحدة كتعرف بأن التقسيم اللي دار الاستعمار الفرنسي ماشي على أسس ديال البيعة والتاريخية، بل اقتلع أراضي المغربية وضمها للجزائر وعلى أساس المؤتمر اللي تنعقد في الجزائر سنة عام 1952، اللي كانت دراسة كبيرة على الخيرات الطبيعية على المعادن وعلى البترول. أنا كنوجه لكم هذا الكتيب باش تعرفوا كل شيء تدبر في هذا المؤتمر اللي شاركت فيه العديد من الدول الأوروبية اللي قسموا الغنيمة ورجعوها بؤرة ديال التوتر إلى يومنا هذا. فمن طبيعة الحال الفضائح والجرائم اللي قام بها مومدين، كنعطيكم على سبيل المثال الكتاب اللي دارته
سيليا ديال النائب الاول بومدين زوجة شريف بن القاسم ديال العنو تحت العنوان الليالي الحمراء لوزراء بومدين واللي تطبع في سويسرا واللي اضطر بومدين يمشي يشريه بالملاير ويحرقوا دوك المطبوعات اكثر من 20,000 مطبوع. واللي كانت هاد الزوجة من جنسية سويدية اللي زعزعت واللي كانت صديقة ديال الزوجة ديال بومدين براسو واللي كانت أخ ديالها كينا وكانت زوج ديالها مغربي عبد المجيد العراقي. فهاد الجرائم اللي مؤخرا تألف الكتاب ديال الربيع ديال الإرهاب الجزائري راه كذلك كيتضمن واحد العداد ديال الجرائم. نذكروا على سبيل المثال كريم بن القاسم قصدي اللي تقتل هو ولده في بلاش دارجي اللي هو الولد ديالو اللي يكونوا صابطو شادي بن جديد باش يتحاور مع ممثل ديال جبهة الإنقاذ بجنيف سويسرا مجرد ما رجع ب 24 ساعة تم التصفية ديالو. هاد الدارس مازال مستمرة في القتل ديالها مازال مستمرة في الجرائم ديالها. كانت سألو كانت طرحوا السؤال عن المنظمة الدولية لحقوق الإنسان كيف يعقل تقتل إدارة أمنية واللي جا الموقع ديالها في الظهر ديال وزارة الدفاع منطقة محروسة أكثر من 24 قتيل كيف يعقل تقتل قبطان ديال الدرك الملكي فوق القنطرة ديال حسين داي ولده الصغير عنده 5 سنوات لأنه كشف الأسرار ديال الجنرال مدين وديال الجنرال نزار وديال الجنرال مقلش الودنين كما كيسميوه ديال الشنقريحة والمختار. هاد المجرمين الأربعة اللي مطالب باش يتقدموا للمحكمة الجنايات الدولية على الجرائم اللي كيقوموا بهم مازالين مستمرين. حنا كنتسائلوا كمغاربة كما كيتساءل الشعب الجزائري شكون اللي حامي هاد الناس ومخليهم مستمرين في هاد الاجرام ديالهم. فكنقول لهم بان المعركه ان شاء الله والحق غادي يبان والشعب الجزائري خصو يستمر في الحراك ديالو لا بغى يطمئن على المستقبل ديال وليداته خصو يستمر في المعركه باش يطمئن على المستقبل ديال وليداته. ولهذا هاد الناس اللي تحلوا فمهم وتقولوا المغرب مطبع مع اسرائيل ما تنساش السي شنقريحة ويا السي تبون اللي ما نطالعش على تاريخ الحركة الوطنية والمقاومة في شمال افريقيا ان اليهود المغاربة ثلاث يهود مغاربة خرجوا شاحنتين من القاعدة الجوية بمدينة القنيطرة وتسلمت الشعب قادر الصديق في غابة معمورة شاف دو لوجيستيك دو لارمي دو ليبراسيون اللي هو بدوره زارني 24 يوم قبل ما يلتحقوا الجزائر وتسمم وقتلتوه لأن جا عندي بصحة جيدة جا عندي هو صحيح جا عندي هو كيهضر معايا في القوة الجسمية ديالو. مازالي مستمرين في الإجرام مازال إن شاء الله غادي نفضحوكم أمام الرأي الدولي وراه كلشي هاديك تندوف راه درتوها مسمار شحا باش تسميونا حنا اللي كتنعتوا المحتلين ديال الأراضي والغربة متمسكين باش ما يفرطوش حبة ديال الرمل من الأراضي ديالهم على مستوى الأمم المتحدة كما كذلك إخوان ديالنا في أزواد اللي انتفضوا
ضد النظام العسكري لأغلبيتهم أدارسة وشي سلماسيين وعلويين اللي انتفضوا وحنا كنأيدوهم وغنكون معاهم، وكذلك الإخوان القبائل اللي كانوا تهربوا من التكنات العسكرية ديال الاستعمار الفرنسي وكنلبسوهم بساحة الشهداء زي المدني باش يلتحقوا بالجبهة حتى هما من القبائل. ما نساوش الخير ديال المغرب، ما نساوش الخير ديال محمد الخامس والخير ديال الحسن الثاني